أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورحبوا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج المشهد المغاربي، والتي نتناول فيها قضيتين: انكشاف الدور الفرنسي عسكريا في ليبيا وموقف الغرب من الحالة الليبية، ثم سنذهب إلى موريتانيا لنتعرف عن تداعيات قمة عربية ستعقد هناك بعد أسابيع. إذن في ليبيا اعترفت فرنسا بمقتل 3 من قواتها الخاصة شرقي البلاد بعد إسقاط مروحيتهم غرب مدينة بنغازي، وهي المرة الأولى التي تقر فيها باريس بوجود قوات فرنسية تشارك في عمليات مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مصرع هؤلاء العسكريين في تحطم مروحيتهم أثناء مهمة لجمع المعلومات. وقال هولاند إن قوات فرنسية تنفذ عمليات خطيرة ضد من وصفهم بمتشددين في ليبيا. وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قد أصدرت في وقت سابق بيانا أقرت فيه بمصرع 3 ضباط وضباط صف فرنسيين خلال مهمة في ليبيا. من جهته أقر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بوجود قوات خاصة لبلاده في الأراضي الليبية، وقال إن الهدف من وجودها هو المساعدة والمشاركة في محاربة من وصفهم بالإرهابيين. ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر من قوات حفتر قولها إن الفرنسيين مستشارون عسكريون كانوا في مهمة استطلاع. ويأتي الاعتراف الفرنسي بعد يومين من إعلان سرايا الدفاع عن بنغازي عن إسقاط مروحية من طراز MA-23 تابعة لحفتر بصاروخ سام ومضادات للطائرات في منطقة المجرون قريبة من مدينة بنغازي، مما أدى إلى مصرع 4 كانوا على متنها. ورجحوا أن من بين القتلى أجانب. نتابع هذا التقرير ونواصل النقاش في هذا الموضوع. لجنة الحوار الليبية توقف جلساتها مع ممثلي المجلس الرئاسي وأطراف نيبية ودولية في حوار استمر لأكثر من 3 أيام. وكانت البعثة الأممية قد دعت لاجتماع للجنة الحوار مع الأطراف الليبية الجمعة الماضية لبحث سبل المضي في تنفيذ الاتفاق السياسي. وبحسب مصادر مطلعة فإن لجنة الحوار بحضور ممثلين عن الدول المعنية بالشأن الليبي استمعت لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الذي عرض جملة من العراقيل والصعوبات التي تعترض أداء عمل حكومته، من بينها عدم حصولها على ثقة مجلس النواب. وفند محمد شعيب ممثل مجلس النواب بالاجتماع في مؤتمر صحفي ليلة أمس الأحد الشائعات التي تحدثت في وقت سابق عن مساعي ليبية ودولية لاستبدال أعضاء المجلس الرئاسي بآخرين على خلفية فشلهم في حلحلة المشاكل المرتبطة بالمعيشة والاقتصاد والأمن. وقالت مصادر إن الاجتماع التشاوري الذي حضره جوناثان مونير الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لدى ليبيا تتمحور نقاشاته حول الوضع الأمني وكيفية توحيد مؤسسة الجيش الليبي. رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا مارتن كوبلر نفى من جهته دعوته لتقسيم الجيش الليبي على الأقاليم الثلاثة الليبية، مؤكدا أن تجاوز الأزمة الليبية لن يكون إلا بجيش ليبي موحد تحت قيادة المجلس الرئاسي. الفريق الأول خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي الذي يقود حربا على الإرهاب في شرق البلاد رفض مرارا وتكرارا طلبات مارتن كوبلر للقائه. ويقول موالو حفتر إنه لا يمكن دمج الميليشيات المتطرفة في الجيش النظامي ولا يمكن لحقيبة الدفاع أن تكون لغيره. واعترفت فرنسا بفقدان 3 ضباط فرنسيين يقاتلون مع حفتر في شرق ليبيا في تطور جديد للصراع في ليبيا يطبعه التورط الغربي المباشر في دعم قوات خليفة حفتر برغم الوعود السابقة بدعم حكومة الوفاق. وفي ذات السياق أشارت مصادر بريطانية إلى تواجد عسكري بريطاني في ليبيا بما يشير إلى أن الحضور العسكري الأوروبي أكبر بكثير مما كان يعتقد.
إذن لمناقشة هذا الموضوع معي عبر خدمة سكايب من مالطا الدكتور عبد العزيز الولفلي مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني الليبي، ومعي أيضا عبر الهاتف من باريس الكاتب والمحلل السياسي الليبي الأستاذ كامل المرعاش. أبدأ معك دكتور عبد العزيز الولفلي، كانت هناك معلومات من قبل بتواجد فرنسي ما على الأراضي الليبية، لكن الآن تأكد أن هذا الوجود هو وجود عسكري وأن المنطقة المتواجد بها هي غرب ليبيا وأن الجهة التي يتعاون معها هي جهة حفتر. ماذا تعني بالنسبة لكم هذه المعلومات وتأكيدها من طرف الرسميين في باريس؟ بداية أخي تحية مسائية لك ولمشاهديك الكرام. نحن في المؤتمر الوطني العام ومنذ اليوم الأول قلنا أن الحوار هو خيار استراتيجي ولا يمكن أن نخرج بالبلد مما هي فيه إلا بحوار صادق وواضح يجمع كل الأطراف الليبية على قواعد واضحة وأسس واضحة للجميع. للأسف نعود فقط للوراء حتى نفهم فيما نحن نتكلم فيه. المبعوث الأممي السابق برناندينو ليون والحالي كوبلر أداروا الحوار بطريقة عشوائية جدا، حتى احتجينا أكثر من مرة، كتبنا أكثر من مرة، وجهنا الكلام للمجتمع الدولي، شخصيا شاركت في العديد من الاجتماعات في العديد من العواصم. للأسف كان واضح لدينا أن المجتمع الدولي لا يريد توافق حقيقي وإنما هناك أجندات غير واضحة لما يسمى بالمجتمع الدولي. عندها خرجنا على مجتمعنا ووضعنا الحقيقة أمامه، وكانت لي حتى في قناتكم هذه العديد من المداخلات حول رغبة من ما يسمى المجتمع الدولي لديرتي جيم، يعني للعب أو لهناك استراتيجيات غير واضحة، منها تقسيم ليبيا، منها مساندة العسكر الانقلابيين، منها إعادة النظام السابق. كانت هناك عدة خطوط غير واضحة، ولكن وخرجنا على شعبنا وقلنا هذا الكلام. للأسف الشديد البعض من أبناء شعبنا لم يسمعوا لنا. لا أستطيع أن أقول في هذا المقام إلا أنهم يعني بحسن نية أو بسوء نية انجروا وراء وعود ليون وكوبلر ووعود بعض السفراء الغربيين حتى وصلنا إلى هذه النتيجة. مشكلة أخي نحن في دولة الجنوب أننا دائما نتكلم على النتائج ولا نتكلم عن الأسباب. نحن اليوم المعضلة الأساسية هي في وثيقة الصخيرات التي وقع عليها أشخاص غير ذي صفة غير مخولين، وبالتالي وصلنا إلى هذه النتيجة. نحن غير مستغربين لهذه النتيجة، متوقعين، لدينا معلومات لا أخفي سرا، كنا مع الفرنسيين ومع الإيطاليين وقلنا لهم أن هناك قوات موجودة في بنينة، هناك زوارق بحرية في المياه الإقليمية، يجب توضيح هذا الكلام، ولكن نفوا. ونحن لدينا صور، وأقسم بالله وأنا على الهواء أن هذه الصور لدينا منذ 3 شهور. طيب دكتور عبد العزيز، في هذه النقطة بالذات يعني كانت المعلومات أيضا تفيد بأن هناك مفاوضات بين باريس وحفتر حول إلزامية أو طلب فرنسي بأن تكون هناك قوات فرنسية في ليبيا، وخاصة لحماية شركة توتال الفرنسية. هل الأمر كله مرتبط بهذه القضية أن التواجد العسكري هو لحماية المنشآت الفرنسية في ليبيا، المنشآت النفطية الفرنسية في ليبيا؟ لا أخي، وهل المؤسسات أو المنشآت الفرنسية في ليبيا تملكها فرنسا إنما وإلا تملكها ليبيا بالمشاركة مع فرنسا؟ هذه كلها من ذر الرماد في العيون. الحقيقة أن الفرنسيين ومن خلفهم الأمريكان، هذا الكلام وعلى مسؤوليتي، قرروا التدخل في ليبيا لتثبيت حكم العسكر، نجحوا في، وهذا قلت لأكثر من مرة على قناتكم وفي كل القنوات التي نشارك فيها، الانقلاب العسكري السيناريو المصري نجح بالطريقة التي رأيتموها.
السيناريو التونسي كان له وجه آخر وها أنتم تشاهدون. السيناريو الليبي كان مختلف تماما عندما فشل خليفة حفتر في انقلابه المذاع عبر قناة العربية يوم 14/2/2014، انتقلوا إلى البلان بي حيث وعدهم بالانقضاض على بنغازي والحسم في بنغازي. فشل. كانت له زيارة سرية لفرنسا في عام 2014 في صائفة 2014، وهذه معلومات. الآن ليس هناك وقت للدبلوماسية. الدم الليبي سال بالطيران الفرنسي. كانت له زيارة في طائفة 2014، ومن قال لنا هذه المعلومات سياسيين كبار جدا جدا فرنسيين، وأنا كنت جالس. طيب يعني كيف تفسر من جهة الكلام والتقارير التي تقول بأن المجتمع الدولي يدعم حكومة الوفاق الوطني ويعطيها كل الوسائل، يريد من هذه الحكومة أن تنجح اقتصاديا وأمنيا وأن ترجع ليبيا مثل، يعني لا أقول مثل ما كانت، لكن ترجع ليبيا موحدة أمنيا وقوية اقتصاديا. كيف نوفق بين هذا الكلام وبين التدخل سري غربي لدعم حفتر؟ هذا الكلام يصدقه المغفلون أخي. ليبيا مطلوب أن تستقر تحت حكم العسكر. قالوا لنا أكثر من مرة تفاهموا مع حفتر لأنه هو الشخصية القوية التي يمكن أن توحد ليبيا. هكذا يجب أن تتفاهموا مع حفتر. قلنا لهم الأفضل أن نتفاهم مع عبد الله السنوسي وزيد توردة في السجون، نخرجهم أفضل من هذا الحفتر. إذا كان الشعب الليبي في 2011 عندما قدم التضحيات وأزاح نظام الدكتاتور الطاغية، لا ليعود طاغي آخر. هذه رغبتكم، روحوا طبقها في باريس وفي روما. طيب ابقى معي دكتور عبد العزيز الولفري، أريد أن أنقل هذا التحليل ووجهة النظر هذه إلى الأستاذ كامل المرعاش. في النهاية اتضح أن حفتر متورط في لعبة فرنسية مشبوهة، وأقرت فرنسا أنه موجود هذا التنسيق الفرنسي مع حفتر بعد أن كانت صامتة ومتنكرة لهذا التنسيق. ما تعليقك على هذا التوصيف؟ نعم، أحييك وأحيي ضيوفك وأحيي المشاهدين. وحقيقة لدي تعليقات كثيرة على هذه الخطبة العصماء التي ألقاها السيد الورفلي من مالطا. وهنا أضع تساؤل دون أن أعلق على كل ما جاء في كلامه. هل المؤتمر الوطني العام الذي يتحدث عنه السيد الورفلي انتقل إلى مالطا مثلا بعد أن طرده عبد الرحمن السواحلي من ريكسوس في طرابلس؟ وأين هو هذا المؤتمر الآن في الخارطة السياسية الليبية؟ وهنا أكتفي بهذا الرد، لأنه لا يوجد. هذا المؤتمر انتهى وصفحة سوداء طويت من تاريخ ليبيا. هذا السيد الذي يتحدث عن التدخل الفرنسي يبدو أن ذاكرته ضعيفة، وهو عضو في المؤتمر الوطني العام عندما جاءت قوات أمريكية خاصة في 2013 واعتقلت مواطن ليبي من قلب طرابلس. ماذا يسمي ذلك؟ هل يسمي ذلك غزوة بدر مثلا؟ ألم يكن تدخلا صارخا ينتهك السيادة الليبية وأمام حكومة ومؤتمر وطني عام كان في شدة عنفوانه في ذلك الوقت؟ لا أتحدث عن أيضا القبض على أبو ختالة في بنغازي. هل هذه أعمال تحترم السيادة الليبية؟ هل الأمريكان عندما دخلوا في ذلك الوقت ليست لديهم قوات خاصة موجودة تعتقل مواطنون ليبيون في منازلهم؟ يعني كفانا من هذا. أنا أقول أنا لا أنفي هذا التدخل الغربي. هذا التدخل الغربي للأسف الشديد موجود بسبب أن ليبيا دولة مستباحة ليست لها سيادة منذ أكثر من 4 سنوات. وهذا السيد كان عضوا في البرلمان الليبي، كان عليه ذلك الوقت أن يتحدث عن هذا، لا أن يسكت 4 سنوات ثم ينطق، وعندما ينطق كفرا. طبعا يعني بدون هذه التوصيفات، شوف الأستاذ كامل هو معنا وسيعلق على هذه التوصيفات. ذكرت المؤتمر الوطني أنه لم يعد موجود. مؤتمر الوطني بالضرورة لم يعد موجود. هناك حكومة وفاق وطني الآن مدعومة من جهات كثيرة ليبية ودوليا. المؤتمر
دخل في هذه الحكومة يعني. أما موقف عبد العزيز الورفلي كان ضيفنا في أكثر من مرة خلال السنتين الماضيتين، وكانت عنده مواقف غير التي ذكرتها. عموما سيكون له هو الرد. أنا أتحدث عن ما جئت به بأن ليبيا مستباحة يعني. في النهاية كل الأطراف متورطة يعني في ليبيا مع جهات غربية. ما هناك من يتحدث من عن قوات إيطالية أيضا وقوات بريطانية تحمي شركة إيني البترولية وتحمي أيضا شركة بريتش بتروليوم، وهناك قوات أيضا فرنسية تحمي شركة توتال. الجهات الليبية الظاهرة أنه كلها ما زالت متورطة، كل وحدة بجهة غربية. هذا هي الإشكال يعني، ولا مجال لكم اتهام آخرين، الكل متورط الآن، أليس كذلك؟ أشرح لك أنا. أولا القوى الغربية تتعامل مع كل القوى الفاعلة في ليبيا بغض النظر عن من هي شرعية أو غير شرعية، وهذا خطأ رهيب هو الذي جعل هذه القوى الليبية ترتهن بالخارج. ولكن عندما يتعاون جيش مع جيش آخر وتتعاون سلطة شرعية مع سلطة شرعية أخرى، يمكن ضبط هذا التعاون في شكل اتفاقيات ثنائية. لكن أن يجلس زعيم عصابة مثل الجدران مع الملحق العسكري البريطاني والأمريكي في تونس، وعندما تعقد ميليشيات عبد الحكيم بالحاج اتفاقيات مع إيطاليا وتركيا وقطر لإرسال خبراء عسكريين ومدربين إلى طرابلس، هنا الخطورة وهنا خطورة مركبة. يعني أنت تتحدث عن المجلس الرئاسي الحكومي، هو لا يعلم شيء. يا سيدي هناك قوات إيطالية الآن تحرس مليتا منذ عام 2012، لماذا لم نتحدث عن ذلك؟ لماذا لا نتحدث عن تدخل إيطالي؟ وهذا السيد الذي كان يتحدث قبلي كان عضوا في البرلمان، لماذا خرس في ذلك الوقت عن هذا التدخل الإيطالي وحراستها لموقع في أرض ليبيا اسمه مليتا؟ طيب خليني اسال يعني انت عدت الا طيب. لانه يربط ايطاليا بخط الغاز الليبي. طيب اذا نحن نتحدث عن تدخل، نعم نحن نلعن هذا التدخل، نحن نرفض هذا التدخل، وان كان لابد منه لابد ان يكون بين مؤسسات شرعيه للدوله وثنائيه بين جيش وطني وبين برلمان يمثل الشعب الليبي، وهو ما تم بين الجيش الليبي وبين السلطات الفرنسية. طيب ابقى معي، حيل التساؤل يعني. أسئلة مهمة جدا يعني. دكتور عبد العزيز الورفلي في الحقيقة يعني أن يتهم حفتر بأنه متواطئ مع الفرنسيين وأنه يتعاون عسكريا مع الفرنسيين، هناك جهات أيضا أخرى ليبية تتعاون مع الإيطاليين وتتعاون أيضا مع البريطانيين والأمريكيين، وأنت تعلم تلك المعلومات يعني الاستخباراتية الواضحة بأنه هناك قوات تحمي شركة إيني، وهناك قوات أيضا غربية بريطانية تحمي شركة بريتش بتروليوم. يعني لماذا نلوم على حفتر؟ دكتور عبد العزيز طيب فقدنا. سعيد هل معنا الآن دكتور عبد العزيز؟ تسمعني الآن؟ نعم أنا معك أخي. نعم. طيب هل استمعت للسؤال أم أعيده عليك بسرعة؟ لا أعيد، لا لم أسمعها. طيب يعني هناك يعني ضيفنا من باريس يقول واضحا يعني لا أحد من حقه أن يزايد على حفتر، فالكل متورط مع جهات غربية. يعني هناك من متورط مع الطليان والأمريكان والبريطانيين والقطريين والأتراك، وأنه ليبيا في الحقيقة مستباحة الآن، ويجب إعادة الأمور إلى تكوين مؤسسات وطنية وجيش واحد ليبي يستطيع أن يتفاوض مع الآخر. ما ردك على هذا القول؟ لا طبعا هذا كلام يعني حقيقة أقل من أن يرد عليه، لأن عندما نتكلم يعني الآن يعني في بعض الناس تعيش خارج نطاق الزمن. عندما نتكلم الآن عن الليبي، بل بعض متورط مع إيطاليا، ولا البعض متورط تركيا وقطر، هذه الاسطوانات نعرفها جميعا، وسوف ندين عندما نعلم ان اي كان متورط في استجلاب قوى غازية
وللانقضاض على التغيير الذي حصل في 2011 وهذه الثورة المباركة سوف ندينه كائنا من كان. لكن أخي أنا أطلب وأنتم إعلاميين وهو يتحدث في وسيلة إعلامية معروفة، أنا أتحدى إذا كان أي شخص قد دخل وطئت قدماه أرض ليبيا. أخي أنا أعود في 2011 وأنا كنت قريب جدا جدا من دائرة اتخاذ القرار في الثورة الليبية في 2011 عندما كان البعض في أحسن الأحوال نائم في بيته، عندما عرض علينا الأمم المتحدة عبد الإله الخطيب نزول قوات أجنبية كان الرد واحدا، إذا نزلت قدما أي أجنبي إلى الأرض الليبية سنتحول من مقاتلة القذافي إلى مقاتلة هذا الأجنبي، قول واحد. هذا كان رد ثوار 17 فبراير في 2011. أما الإشاعات وأما الكلام المرسل الذي لا يقوم عليه دليل، نحن لدينا المعلومات. أنا قلت لك أنا زرت باريس، زرت روما العديد من المرات، نلتقي بالمسؤولين في العديد من الدول، ولكن لم نتحصل إلا على بعض الصور والتي أرسلناها للمسؤولين في تلك الدول. ولكن اليوم رئيس وزراء فرنسا والحكومة الفرنسية وزارة الدفاع تقول أن لدينا قتلى على الأرض الليبية. طبعا من لا يشعر بالانتماء لهذه الثورة ومن لا يشعر بالانتماء للدماء التي سالت في 2011 لن يشتط هذا الأمر ولن يؤثر فيه هذا الكلام. طيب. ولكن من دفع ثمن الحرية ومن ناضلوا من أجل الحرية هم فقط من يشتطم هذا الكلام. أخي أي كلام مرسل الآن فات أو أنا. لكن هناك يعني هناك دليل على وجود قوات قطرية تركية مصرية جزائرية أيا كانت على الأرض الليبية فنحن سنقاتلها. ليبيا المعلومات دكتور عبد العزيز، يعني المعلومات عن تواجد شركات نفطية وغازية في ليبيا هذه معلومات موثقة، يعني شركة توتال أو شركة إيني الإيطالية أو شركة بريتش بتروليوم البريطانية، هذه معلومات أنا وياك نجيبوها من الإنترنت يعني، وهي موجودة وهناك معلومات عن طلبات من هذه الدول يعني السماح لمجموعات عسكرية بأن تحمي هذه الشركات، وفي النهاية هناك صراع يعني صراع غربي على البترول والمحروقات الليبية، وأنه يعاد نفس السيناريو حول الأطماع الغربية في المنطقة. لكن الآن نعود للحديث عن الوضع الليبي السياسي. الآن هناك أكثر من 100 يوم عن استلام حكومة السراج المهام، هناك تحديات كبيرة، والظاهر أنه كل الفاعلين الليبيين لم يستطيعوا إنتاج أفكار إيجابية للخروج من هذه الأزمة، أليس كذلك؟ يعني سؤال جميل جدا أخي. نرجع إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي نحن سرنا فيه ودعمناه، ولكن لم نوافق على المخرجات التي حاولت البعض أن يفرضها على الممثل الشرعي للشعب الليبي المؤتمر الوطني العام، وبالتالي الحمد لله رب العالمين الذي كفانا والذي عفانا من التوقيع على هذا الاتفاق المسخ. أخي لاحظ مخرجات هذا الاتفاق، وهذه نقطة مهمة تفضلت بها حضرتك، مجلس النواب لم يوافق على الاتفاق، وسامحني بين قوسين لم يعتمد الاتفاق وقال طز. هذا اليوم أنا غردت هذه التغريدة. الجدران المسيطر على النفط والذي يقفل رزق الليبيين منذ 3 سنوات حتى وجعل الاقتصاد الليبي على حافة الهاوية لم ينفذ الاتفاق، والاتفاق يقول أن الموارد الرئيسية للنفط للشعب الليبي تحت سيطرة حكومة الوفاق. ثالثا حفتر، الاتفاق ينص صراحة على من تاريخ التوقيع يوقف الاقتتال ويوقف كذا، لم يوقف الاقتتال. آخرها الدول التي رعت هذا الاتفاق والتي كانت تقول أننا مع حقن الدم الليبي ومع مصلحة الشعب الليبي وجدناها أيضا تتدخل بشكل عسكري. اليوم الطيران الفرنسي قتل 13 شاب ليبي من أهل بنغازي الذين
حاولوا أن يعودوا لمدينتهم. اليوم الفجر أخي هذه الدماء، وأنا أقولها عبر قناتكم وأنا موجود في أوروبا، لن نسكت عنها وسوف نتابعها، وستدفع فرنسا ثمن غالي جدا نظير هذه الدماء. الدماء الليبية ليست رخيصة ليسمع الفرنسيون ومن مع الفرنسيون. الدماء الليبية ليست رخيصة. أجدادنا في 1911 قاتلوا الليبيين، قاتلوا الطليان وهم جوعى وهم عراه، واليوم لن يقف أحفادهم مكتوفي الأيدي مقابل هذا الهجوم السافر. طيب سأعود إليك دكتور عبد العزيز، أريد أن أشرك معنا في النقاش الباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم محريشة، ومعنا عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس. ورحب بك دكتور عبد المنعم، ونسأل عن هذه 100 يوم أو أكثر بقليل لهذه الحكومة ولهذا الاتفاق الذي كان يؤمل منه أن يضع على الأقل أولى خطوات الخروج من الأزمة، لكن الظاهر أنه التحديات والفاعلين من خارج ليبيا من أكبر المعوقات لأي تقدم. يعني كيف المخرج من هذا الوضع دكتور؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وتحية إلى ضيفك الكريم الدكتور محمود عبد العزيز وضيوفك الكرام، لأني دخلت الآن وسمعت الآن الدكتور محمود عبد العزيز يتكلم، إذا في ضيوف آخرين تحية لهم كذلك، وتحية إلى مشاهدين قناة المغاربية. نعم، أنا أتكلم الآن من عاصمة ليبيا طرابلس، وما شاهدناه في هذه الأيام من اختراق طبعا كبير من دولة عظمى تسمى فرنسا، يعني باستعمال السلاح الجوي في قصف مواقع داخل ليبيا. طبعا أنا كمواطن ليبي أدين وأستنكر هذا الأمر بشدة. ومن ناحية أخرى أن تتبجح فرنسا أن هي ترعى هذا الاتفاق، وهي أحد الدول الداعمة لحكومة الوفاق. يوجد تناقض غريب ودبل ستاندرد، يعني ازدواجية في المعايير يا أخي الكريم. سؤالي هنا طبعا نطرحه إلى الحكومة الفرنسية، يعني إذا فعلا هم يريدون خير لليبيا ولشعبها، لماذا هذا التدخل العسكري السافر؟ ولماذا هذه يعني استعمال الأسلحة يعني ضد ناس مدنيين؟ وكذلك اليوم طبعا قتلوا أكثر من 13 شهيد. لا يعني لكن دكتور من يجيبك هناك يعني أجوبة سريعة لهذا التساؤل، التدخل الغربي المستمر في ليبيا، لأن الليبيين فشلوا في أن ينتجوا حلا يعني محليا، من غير أن يتكل أو تتكل كل جهة على الطرف خارجي. يعني هناك اتهامات لأطراف أخرى أنها متورطة مع جهات غربية وعربية أخرى، يعني وليس فقط حفتر، يعني حتى تكون هناك موازنة في 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 الحوار. هناك فشل للنخبة الليبية في أن تخرج من هذا المأزق من بعد 5 سنوات من الثورة. ماشي يا أخي الكريم، احنا الآن يعني الآن أجيبك على هذه الأسئلة. يعني يا أخي الكريم، الآن ماذا فعل حفتر منذ 15 مايو 2014 عندما خرج على الشعب الليبي وخرج للعالم بأنه هو يعني ما يسمى بالكرامة، وأنه سيحرر ليبيا من الإرهابيين؟ أنا أرى يا أخي الكريم ما خلفه حفتر في خلال هالسنتين وشهرين الآن، يعني الدمار والقتل وكذلك الشرخ الاجتماعي اللي صار في مدينة بنغازي والمناطق الشرقية. مئات بل آلاف مؤلفة من العائلات خرجت من المنطقة الشرقية الآن تتواجد في مدينة طرابلس والمدن الغربية اللي هي مصراتة وسرت وكذلك زليطن. يعني يا أخي الكريم الآن يعني أنا يعني كيف هؤلاء يعني الناس مثل فرنسا تدعم واحد إرهابي أكبر يعتبر، وهذا المجرم الأكبر هذا حفتر. يعني أنا طبعا كمواطن ليبي أريد من السلطات طبعا إذا في فعلا حكومة ما تسمى حكومة الوفاق، يعني اللي هي تريد أن يعني تحاول أن تعين الشعب الليبي لإخراجها الشعب الليبي من الأزمة السياسية، ولكن ما أراه في خلال هذه الأيام حكومة ضعيفة جدا جدا ولا تستطيع أن تدين. حتى إلى الآن لم نسمع أي إدانة بما حدث في مدينة درنة من قصف على المدنيين، ولم نسمع أي إدانة بما حدث الآن من قتل لثوارنا الموجودين
في بنغازي هو في المنطقة الشرقية. فأنا طبعا الآن حتى الحكومة هذه حكومة ضعيفة، وأنا أراها الأفضل أن هي تستقيل، لا تبقى. الشخص الذي لا يستطيع أن يقف على رجليه وأن يكون له زي ما تقول أشياء فعلا مثال ملموسة يلامسها المواطن الليبي، طبعا أشياء كثيرة جدا الآن تحدث في الشارع الليبي، الأمور طبعا السياسية والقلاق الهدية سببت أزمة اقتصادية، والأزمة الاقتصادية سببت أزمات اجتماعية. يعني اليوم الدولار وصل إلى 5.25، هذه مهزلة. أنا طبعا الآن من هذا المنبر يعني أن من يعني يفترض أن تخرج الحكومة وتقول أنا خلاص ترفع إيدها وتسلم، يعني كلام فارغ هذا، يعني نعم. مش عارف وين ماشيين بالبلد هذه إلى الهاوية. فما أنا الآن يعني أختم بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يريد خراب هذا البلد. يعني دكتور ليبيا، نعم. دكتور عبد المنعم يبقى معي، سأختم معك هذه الفقرة، يعني الختام معك تكون مهم لأنه أنت على الأرض الآن من العاصمة الليبية طرابلس. دكتور أو الأستاذ كمال المرعاش، هل هناك تصور آخر لحل للمعضلة الليبية؟ يعني كان هناك حوارات متعددة، وكان هناك الحوار الأخير في الصغيرات، كانت هناك حكومة وفاق وطني، لكن الظاهر أنه مثل ما قال الدكتور عبد المنعم حكومة ضعيفة وليست لها آليات أن 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 توحد الأطراف الليبية وتحل الإشكاليات السياسية والاقتصادية، وعلى رأس هذه الإشكاليات أيضا الإشكاليات الأمنية. هل هناك سيناريوهات متوقعة داخليا أقصد محليا بدون ضغط خارجي؟ نعم، أولا الحقيقة في بعض الليبيين يتاجرون بالقضية الوطنية، وللأسف الشديد أفعالهم تفضحهم. هناك من تحول من خانة دعم وكان بوقا لسيف القذافي حين كان سيف القذافي في السلطة، ثم تحول إلى بوق ل 17 فبراير ويحاول أن يعتاش عليها، وأول رصاصة لم يواجهها وهرب بأمواله واستثماراته إلى مالطا. والآن يتكلم عن الوطنية ويتكلم ويزايد على الوطنية والوطن والدماء والشهداء والشباب. يعني هذه الشخص يا 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 أستاذ كمال، يا أستاذ كمال، يا أستاذ كمال، لا لا لا، أنت أرجوك، أنت أرجوك، يعني في هذه يعني النقطة أو النقيطة الصغيرة، يعني نحن لا نتحدث عن أشخاص، نحن نتحدث عن وطن كامل. ليبيا هو في مهب الريح منذ هذه الثورة التي أطاحت بطاغية ولم يستتب الأمر لليبيين لحد الآن. يعني دعنا من التشخيص رجاء، وأجب عن سؤالي الجوهري، كيف لكم أنتم كليبيين أن تنتجوا أفكارا إيجابية وأن تجلسوا على طاولة وأن تساعدوا هذه الحكومة أو تخلقوا حكومة جديدة لتحلوا مشاكلكم؟ هذا هو السؤال. يعني وأعتقد أن المواطن العربي والمغاربي يريد أن يسمع تصورات إيجابية وليس صراع ديكا. يعني لا، ليس أنت تصفها تصورات إيجابية عندما يأتي الحديث بما تريده أنت توجه النقاش، ليس من مصلحتك أن توجه النقاش، أنت تطرح الأسئلة والضيف هو الذي يجيب، ومثلما أتحت مساحة لهم أعطيني مساحة في الكلام لو سمحت. بدون شخصنا وتفضل، يعني تفضل. بدون شخصنا، هو يتكلم على الوطنية، أنا لم شخصن، أنا تكلمت على الوطنية، هو أثار مسألة الوطنية، وأعتقد أن مسألة الوطنية أصبحت تجارة. ثم ضيفك من طرابلس يتكلم عن المهجرين والتهجير وذاكرته ضعيفة. هل التهجير الذي بدأ في ليبيا بدأ بتورغة؟ هل تكلم عليه؟ هل تذكره منذ 4 سنوات عندما يتكلم على تدمير بنغازي؟ هل تكلم على تدمير مطار طرابلس والغزو لورشفانة والغزو ورفلة؟ أم أنه ذاكرته ضعيفة ولم يتذكر ذلك؟ هذه نقاط وضعه أمامه وأمام أخلاقياته في أن يتحدث عن المشكلة في مجملها وبالصورة بأكملها. أنا لست مع التهجير أي أحد. ثم يتكلم عن ثوارنا في بنغازي، هذه التنظيمات إرهابية والجيش الليبي يقاتل هذه التنظيمات الإرهابية، ومن حقه أن يتعاون مع أي قوة في العالم تحارب هذا الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تجتاح كل بلدان العالم. فيما يتعلق بسؤالك حول المستقبل، السيناريوهات فيما يتعلق بالمشهد الليبي أعتقد أنه معقد جدا، لأن هناك دول إقليمية تتعامل مع هذه الميليشيات وهي تدير الأزمة في ليبيا ولا تبحث عن حل، وأعتقد أن المجلس الرئاسي أصبحت أيامه قصيرة.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ كامل المرعاش الكاتب والمحلل السياسي الليبي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. نفس السؤال والرجاء بعجالة دكتور عبد العزيز الورفلي، هل من تصورات يعني إذا كان حوار الصغيرات وهذه الحكومة اللي اشتغلت 100 يوم مش قادرة أو ظاهرة جليا أنه ليست بتلك القوة أن تحل المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، هل من تصورات أخرى ممكن أن ينتجها المجتمع الليبي والقوى الليبية؟ نعم أخي الكريم، هذا مربط الفرس. أنا في معرض حديثي السابق والذي لم أكمل أن الجميع المعني باتفاق الصخيرات لم يطبق إلا من انقلب على المؤتمر الوطني للأسف، حيث دخل المجلس الرئاسي عبر فرقاطة في قاعدة بحرية، ثم جاء من سموا بعد ذلك بمجلس الدولة وانقلبوا ودخلوا إلى مقر المؤتمر الوطني الساعة الثانية ليلا. انظر كل الأجسام، أنا أقول لك مجلس النواب المفروض يعتمد الاتفاق لم يفعل، جدران الذي يتحكم في أرزاق الليبيين لم يفعل، حفتر الذي يملك قوة عسكرية وانقلب ومطلوب من النائب العام لم يقف القصف والقتل إلى هذه الساعة، ثم انضم إليه ما يسمى بالمجتمع الدولي ضاربا عرض الحائط بهذا الاتفاق، فقط المغفلين أو الطامحين إلى السلطة وإلى أمجاد شخصية هم الذين نفذوا هذا الاتفاق. نأتي إلى الحل. الحل أخي حتى نكون واضحين، هناك قسمين. القسم الأول أتباع النظام السابق والملتحقين بين قوسين بثورة فبراير خوفا أو رجاء، هذا موضوع طويل. هؤلاء يريدون عودة العسكر لأن فقط هذه طموحهم، الله غالب، هذه عقليتهم، هذه ثقافتهم، الله غالب، هذا ما أعطانا ربي. هؤلاء يريدون عودة العسكر حتى يعيشوا في ظله، لا يمكن أن يجدوا أنفسهم في مناخ الحرية، في مناخ يتنفسوا في حرية. نأتي إلى القسم الآخر، هم الأحرار الذين انتفضوا في فبراير، أصحاب مشروع بمختلف تياراتهم، إسلاميين، غير إسلاميين، يساريين، قوميين، بمختلف تياراتهم. الطيف الليبي السياسي من أقصى، ما هو المطلوب منهم يعني؟ لم يعد لدي الوقت كثير، ما هو المطلوب منهم؟ نعم، أنا الآن أختم. هؤلاء ينظرون إلى الحل أنه في بناء دولة مؤسسات خالية من حكم العسكر، دولة ديمقراطية واحدة من الغرب إلى الشرق، من الشمال إلى الجنوب. أخي، لا يمكن أن نخرج بحل إلا بتوافق كامل حقيقي على الأرض. ثانيا، أن من صنعوا فبراير ومن صنعوا التغيير يكون لديهم الموقع والمقدمة. لا يمكن في أي مكان أخي ينتصر فيه ثم يحكم المهزوم. هؤلاء المهزومين الذين هزموا في 2011 بعزيمة الثوار هم الذين يريدون العودة للحكم، وبالتالي لن يكون هناك استقرار. الاستقرار فقط في تمكين فبراير والتسليم لفبراير وبناء دولة مؤسسات على قواعد فبراير. طيب أشكرك. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد العزيز الوفري، مسؤول الإعلام في المكتب الوطني الليبي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من مالطا، وابقى معي لكي نتناقش في قضية أخرى خاصة بتحديات القمة العربية العادية 27 والتي ستعقد في موريتانيا. ابقى معي سأعود إليك، وأريد أن نختم الملف الليبي مع السؤال هذا يعني المثار من طرف الكثير من الليبيين الذين يشكلون الطرف الصامت أو الأغلبية الصامتة. دكتور عبد المنعم حريشة، هذا السؤال لهذه الأغلبية الصامتة الليبية غير المتورطة في الصراعات الآن، هل هناك أفكار؟ هل هناك مجتمع مدني سيتحرك؟ هل هناك من النخبة من سيتحرك لكي يفرض حل ثالث يعني إذا كانت هذه الحكومة لم تأتي بالجديد؟ كريم، أنا طبعا بالنسبة للأستاذ كامل المرعاش تكلم على بيدق من طرابلس، أنا مواطن ليبي من طرابلس يا أخي الكريم، وردا على كلامه إذا كان ينظر ويرجع إلى صفحة عبد المنعم حريشة يجد فيها الاستنكار والإدانة ما حدث لأهلنا في تورغا وكذلك في كيكلا وفي كل مدن ليبيا، كل مدن ليبيا وشعبها يعتبر عزيز على أخيك عبد المنعم. فأرجع للتاريخ وقرأ ما كتبه عبد المنعم حريشة بهذا الخصوص، بل
جميع الناس متألمون على هذا الشرخ الاجتماعي اللي صار، سواء كانت الآن أو من 4 سنوات ماضية. الرقم 2 يا أخي الكريم، الحل أنا أراه مثال، يعني طبعا كان مواطن يعني في هذه العاصمة، قبل يعني حوالي 5 شهور كان عندنا جسمان، جسم في الشرق وجسم في الغرب، عندنا مؤتمر في الغرب وعندنا كذلك مجلس نواب في الشرق، عندنا حكومة تنيف في الشرق وعندنا حكومة الغويل في الغرب، عندنا كل حكومة عندها وزراء، وزير الصحة في الشرق وزير الصحة في الغرب وزير التعليم، يعني سامحني يا أخي الصالحي وكذلك المشاهدين، يعني حال يرثى له. يعني تمنيت أنا كإنسان عايش في هذه الأرض، عندما أتت حكومة الوفاق يعني جميع يعني سواء كانت الحكومة اللي في الشرق بما فيها مجلس النواب وكذلك الحكومة اللي في الغرب بما فيها المؤتمر الوطني، يعني دعموا هذه الحكومة ووقفوا معها يعني أما، لكن المشكلة الآن أصبح لدينا 3 أجسام الآن. نعم. يعني ومش عارف شو بيصير في ليبيا. والله يا أخي الكريم طبعا أنا أشوف الآن شو صار في، يعني عندنا درس كبير الآن، حتى المعارضة في تركيا وقفت مع الحكومة اللي هي المنتخبة. المعارضة شيء صحي للبناء وليس لكسر مقدرات الدولة، ونهاية طبعا يعني أنا كمواطن زعلان جدا جدا من الناس الساسة الموجودون في هذه البقعة اللي هي حبان الله بها عندنا 2000 كيلومتر على البحر المتوسط. كيف كانت يعني، سنختم مدام ذكرت تركيا حتى نفهم، يعني أعتقد أنه دكتور فقدناه ولا مازال معانا؟ لا معاك. طيب يعني مدام ذكرت تركيا حتى نعرف يعني كيف هو الانطباع العام في ليبيا لحيال هذه المحاولة الفاشلة للانقلاب في تركيا، يعني كيف هو المود؟ والله يعني الشارع الليبي، الشارع الليبي 90% نقول مع حكومة المنتخبة الذي يرأسها رجب طيب أردوغان، يعني نسأل الله أن يحميه ويحمي شعب تركيا، وفي 10% من هم الذين تشمتوا، يعني وسمعنا أخبار كثيرة جدا حتى على الإذاعات المرئية، يعني شماتة في هذا اللي هو الرئيس وكذلك حكومته وحزبه، وسمعنا أخبار كثيرة جدا مخزئة، ولكن أخزاهم الله في خلال ساعات، يعني سبحان الله. يعني شوف أنفق يعني، وهذا يعني ربما أنت تتحدثنا من 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 داخل ليبيا، إذا أعطيتنا هذا الانطباع بأنه 90% من المجتمع الليبي كانوا ضد هذه المحاولة الفاشلة الخائبة في تركيا، فهذا يعني أنه المجتمع الليبي بخير. ومن هذا ربما نختم بكلام إيجابي، أنه هذا المجتمع الذي يقف ضد الانقلاب في تركيا يستطيع أن ينتج يعني أفكار إن شاء الله إيجابية لإخراج ليبيا من هذه المحنة. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد المنعم المحريشة، الباحث والمحلل السياسي، على هذه المداخلة. كنت ضيفنا عبر الهاتف من طرابلس. مشاهدي الأعزاء، فاصل قصير ونواصل للحديث عن هذه القمة العربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء. عقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية العادية في دورتها 27 والمنتظرة يوم 25 يوليو الجاري بالعاصمة الموريتانية. وشارك في هذه الاجتماعات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. ويرى مراقبون أن هذه الاجتماعات المكثفة تهدف إلى إعطاء قوة دفع مهمة لمسيرة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الأزمات التي تعاني منها عدة دول عربية وصلت خطورتها إلى درجة تهديد أمن واستقرار ووحدة هذه الدول، وفي ظل وضع عربي مرتبك ومنظومة أمن قومي عربي مهددة أيضا. ووضعت السلطات الموريتانية آخر اللمسات التحضيرية على خيمة عملاقة ستحتضن مجريات الجلسات الافتتاحية والختامية للقمة 27 لجامعة الدول العربية. وتعد هذه المرة الأولى التي تحتضن فيها العاصمة الموريتانية نواكشوط قمة عربية، وقد بدأت التحضيرات لاستضافتها قبل أشهر قليلة فقط، وذلك بعد اعتذار المغرب عن
استضافتها. إذن نرحب مرة أخرى بضيفي عبر خدمة سكايب من مالطا المسؤول الإعلامي في المؤتمر الليبي، المؤتمر الوطني الليبي، الدكتور عبد العزيز الورفلي. قمة تحديات فعلا سميت بقمة الأمل، لكن الظاهر أن الكثير من المراقبين متشائمون من أن تنجح هذه القمة. كيف تراقب هذه الاجتماعات التحضيرية والملفات التي ستطرح عليها؟ أخي، حقيقة بداية أقول أنني لست متفائلا بمثل هذه القمم، ولا شك أنني في هذه اللحظة أنا أتكلم بنفس المواطن. أخي، ماذا فعلت الجامعة العربية أو القمم العربية لسوريا؟ سوريا منذ 2011 وهي تذبح وهي تقتل، تقصف من قبل الطيران الروسي والأمريكي والفرنسي، ماذا فعل العرب لذلك؟ نحن نعلم جميعا أن لا يستطيع أي حاكم عربي أن ينبس ببنت شفا حول هذا الموضوع. ماذا فعلوا في الانقلاب الذي حدث في مصر؟ الشعب المصري خرج، انتخب رئيس، الرئيس محمد مرسي فرج الله عنه، ثم جاء انقلاب عسكري. في الأول حتى أوروبا هددت بمقاطعتي، ولكن نراه الآن يلعب لاعب رئيسي في المنطقة بدعم من القوى العظمى. ثم نأتي إلى اليمن، ماذا فعل حيالها؟ نأتي إلى التمدد الإيراني في المشرق العربي في العراق والفعل الإيراني في سوريا، ماذا فعل العرب تجاه هذا؟ اليوم في ليبيا، دعونا نتكلم عن ليبيا. أنا أقول حقيقة لولا الموقف الجزائري، وهذه حقيقة يجب أن أقولها، الموقف الجزائري الذي وقف حائلا دون التدخل المصري بشكل سافر في الشأن الليبي، وإن كان التدخل المصري لم يتوقف في دعم حفتر، ولكن العالم العربي لم يفعل شيء. ماذا فعلت القمة العربية لغرفة عمليات أبو ظبي؟ وهنا أسمي الأشياء بمسمياتها، وهذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام الدكتور عبد الخالق أبو بكر اللي هو مستشار محمد بن زايد وموجود الإقامة. لكن هناك من يقول، يعني هناك من يقول دكتور أنه اجتماع هذه القمة أحسن من ما فيش، يعني مثل ما يقولوا في شرق ليبيا وفي مصر، يعني اجتماعها على نقصانه في الأداء وفي أن يكون فعالا في حل هذه الملفات، لأنه أحسن أنه من أن يكون، لأنه الوضع العربي يقال لو المراقبون أنه مهلهل ومفكك لدرجة أنه أصبح اجتماعها هو الحدث، وهو يعني والحضور، مستوى الحضور إنجاز في حد ذاته. نعم أخي، عندما ننتقل من 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 فلسفة الفعل إلى فلسفة الاجتماع لمجرد الاجتماع، ربما يعني لا أوافقك ولكن أحتفظ بالصمت في هذا المجال. لكن حقيقة أنا مؤمن بأن الدول العربية مجتمعة لديها من الإمكانيات الهائلة، لديها شعوب شابة، شعوب تتطلع إلى التحرر، تتطلع. أخي، للأرابيك سبرينغ أو للربيع العربي أحدث تغير في الخارطة العالمية، ولذا نرى الآن غرف عمليات هائلة وبإمكانيات هائلة تخطط للانقضاض عليه. تكلم في هذا في الجزء الأول من هذه الحلقة. أخي الكريم، ما نملكه من موريتانيا إلى البحرين، إمكانيات هائلة، شعوب هائلة، إمكانيات اقتصادية، سياسية، جغرافية، يعني موقع استراتيجي. هذا كلام ردده القوميون العرب من زمان. سؤال أخير يعني لكن يبقى أنه كانت هناك لجان عملت، وهناك اجتماعات وزارة الخارجية، وأيضا للجان التي ستضع ملفات على هذه القمة. هناك ثلاث ملفات، يعني تحدثوا على الملف الليبي واليمني والسوري، وهناك الملف المهم أيضا وهو مكافحة الإرهاب الذي ناتج عن اجتماعات وزراء الداخلية العرب. يعني في النهاية ستكون هناك ملفات جادة موضوعة على طاولة هؤلاء الزعماء. كيف تتصور يعني جو النقاشات، وأي مواقف ستنتج عن هذه الاجتماعات؟ والله يا أخي، أنا نحييك على هذا السؤال الجميل. مهمتهم الوحيدة هذه الأنظمة. أخي، نحن ذاكرتنا ليست قصيرة، نحن جيل يعني نشأ يعني وكانت له طموح لنهضوية
طموح تنموية، عشنا في الغرب وخالطنا ودرسنا في جامعات مرموقة. أخي الكريم كان لدينا طموح. أنا لن أنسى الاجتماع الوحيد الناجح لوزراء الداخلية العرب عندما كان يعقد في تونس لتصفية الوجود التيار الإسلامي الشبابي في الوطن العربي. الجميع يعلم هذا، وهذا تاريخ موجود بوثائقه، أن العرب لم يجتمعوا اجتماعات ناجحة إلا اجتماعات وزراء الداخلية لمحاربة الشباب العربي المسلم في كل هذه الدول. لا يوجد تعاون حقيقي إلا تعاون استخباراتي ووزراء الداخلية وقوى مكافحة الإرهاب، هذه فقط التي نجح فيها العرب. وعندما تكلمني عن هذا الملف أقول لك أنا متأكد أنه سيحدث فيه تقدم في قمة موريتانيا يوم 25 يوليو. عندما تحدثني عن الملف الليبي السوري اليمني أقول لك عظم الله أجرك، لا تنتظر أي نتيجة من القمة العربية القادمة في هذه الملفات الثلاث لأنهم مقسمين. نعم أشكرك أخي، أشكرك أكتفي بهذا القدر، انتهى وقت البرنامج. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد العزيز الورفلي مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني الليبي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من مالطا، والشكر موصول لمشاهدينا الأعزاء لكم على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة من هذا البرنامج، إلى ذلك من حين استودعكم الله وإلى اللقاء.